بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. مشاهدينا الكرام، سعيد أنا جدا بلقائكم مع برنامجكم المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى رؤى وأحلام. أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي تشغل طائفة كبيرة من الناس، وكثير من الناس بيسألوا، أنا عن نفسي سئلت في هذا الموضوع أكثر من مرة، هو تفسير الأحلام ده علم ولا موهبة ولا منحة؟ إيه ده؟ وفي فرق ما بين الموهبة والمنحة؟ طيب، كل الكلام ده هنعرفه بعد الاتصال. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا أم محمد. ماشي أم محمد، لو سمحت، أنا على طول بحلم، يعني إن أنا بمشي حافية وأنا متزوجة، وأفضل ماشية في الشارع حافية، وأفضل مكسوفة من نفسي إن أنا ماشية حافية في الشارع. تمام. الحلم ده على طول بيتكرر معي، فأنا مش عارفة إيه تفسيره. حاضر، هجاوبك. حاضر، لو سمحت ممكن تفسير حلم ثاني؟ تفضل. لو سمحت، أنا دايما يعني الأحلام دي بتتكرر معي دايما، ان انا داخله في ماسوره، والماسوره دياتي كل ما بمشي فيها بتضيق. بتضيق؟ بتضيق. بس ويفضل الحين دايما. تمام. حضرتك عندك مشاكل، ديون، حاجات من دي؟ مش كده؟ ايوه. طيب ماشي. حاضر حاضر، شكرا، بارك الله، ربنا يخليك. أم محمد دايما بتشوف نفسها ماشية حافية، وكتير بيتكرر عليها ان هي ماشية في ماسورة او حتى في طريق. مذموم جدا للأسف ومكروه ان الحاجة اللي انا اكون ماشي فيها تضيق عليا. دي بتدل على ضيق المعيشة، ضيق الحال. عشان كده انا سألتها، انا حابب اتاكد، انا عارف لكن حبيت اتاكد منها وهي معايا. قلت لها عندك مشاكل في الحياه وضوائق ماديه تحديدا؟ قالت ايوه. فهذه الرؤى تدل على ضيق الحال، ومع شديد الاسف يا ام محمد، فهذه الرؤى نتعامل معها كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان نستعيذ بالله منها وان ندعو الله تبارك وتعالى الا يصيبنا منها اي مكروه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا منها هذه الضوائق على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. فادعوا الله يا أم محمد إن ربنا يصلح حالك، وإن شاء الله سوف يستجيب لك. شكرا.